متابعينا أشواق عتافي، كنحييكم مرة أخرى. دائما في تتبعنا الحالات ووضعيات إنسانية وكذلك اجتماعية، اليوم معنا قصة لواحد السيدة كانت مزوجة وكانت عايشة حياتها الزوجية بشكل عادي، هي والزوج ديالها اللي كانوا كيبغيو بعضياتهم. لكن للأسف الزوج ديالها كان عنده فكر متطرف ومشى باش يجاهد في سوريا، ولكن في الأخير سمعت الخبر ديال الوفاة ديالو. هي اليوم ملي بانت أمام الكاميرا ماشي طلبها أن الناس تساعد معها ولا الناس تعاون معها، إنما طلبها هو حق مشروع. هي بغات فقط شهادة الوفاة ديال الزوج ديالها باش تعيش حياتها كأي امرأة أرملة. هادشي اللي كاين أختي ياك؟ آه معلوم. السلام عليكم. بعدا يعني غنبغيو نعرفوا من الاول، يعني ملي كنتي مزوجه بالزوج ديالك كنتو عايشين حياتكم بشكل عادي، ما كانوش بيناتكم مشاكل؟ يعني حياتكم كانت كاي زوج وزوجه؟ لا الحمد لله، حنا كنا عايشين بخير وعلى خير. كان الزوج ديالي مهلي فيا، وهو كان يعني زوج قد بالمسؤوليه وتا يعني رجل مسؤول، يعني ماشي ما خصني معاه حتى شي خير وظريف معايا، يعني ما كنت لاقيت حتى شي مشكل في حياتي. من بعد انا الزوج ديالك يعني ملي بداو كيبانوا لك فيه شي حوايج تغيروا، شي حوايج تبدلوا، يعني ملي ولا عنده هذاك الفكر المتطرف؟ يعني ماشي في الايام الاولى. الايام الاولى هو واخا داير اللحيه وداك الشيء، ولكن متفتح ظريف، كنسافروا الموسيقى في الطوموبيل زعما ظريف معايا، وتا سميتو يعني ماشي شي واحد اللي نقول لك متشدد. نهار تزوجت بيه كان انسان عادي، غير هو صالته في الوقت ويعني ما كيفوتش الصاله ديالو، كيمشي يشوف والدي، يعني راجل طيب. من بعد فاش ولدت البنيته الزوج ديالي افكار ديالو تغيروا بحال البنيه هي الاولى، هي الاولى عندكم؟ لا، ولدت الوليد دابا في عمره 9 سنين، والبنيته دابا في عمرها 7 سنين. البنيته فاش كنت يلاه ولدتها كان ولا كيتعطل بزاف، ما كنعرفوش فين كيكون، كان يعني السيد ولا كيجي حتى لينا وقت وداك الشيء، كيبقى مع صحابه حقه ما حقه كنكون مع صحابي. صافي هذيك الساعه بداو كي افكار ديالو كيتغيروا، لاحظت بان السيد ولا كيفكر بزاف، دائما التليفون حدا، ملي كنقرب حداه كي يعني كيخرج من داك الشيء، من المحادثات اللي كيكون عنده داك الشيء كيخرج منه باش انا ما نكتشف والو. يعني بديت كنحس بالتغيير بزاف. يعني عمرو قال لك شي كلمه، قال لك شي هضره، عرفتي يعني من قبل ما انه يمشي لسوريا عرفتي انا عنده يعني شي علاقه بهذوك الناس؟ لا ما عرفتش عنده علاقه، ولكن كان عندي احساس، لان ولا اكثريه كيبقى يتفرج في داك الشيء. وثاني حاجه ولا كيقول لي شي حويجات، لان عرفت الزوج ديالي افكاره تغير، ولا كيقول لي الزوج ولا كيقول لي باك ولا با الا ماتوا ما نصليش عليهم صلاه الجنازه. قلت لي علاش؟ يعني با وباك مالهم كفار؟ قال لي باك حنت مع الجمعيات، وبا انا كنمشي للسادات في البلاد حيت هما شلوح. صافي المهم بديت كنكتشف انه التفكير ديالو تغير. صافي بقيت بحال هكا بشويه بشويه، عرفت بان الزوج ديالي. نهضروا على النهار اللي هاجر فيه ولا النهار اللي مشى فيه، قال لك انا راه غنمشي لسوريا ولا لا؟ لا ما قالش لي غادي لسوريا. انا الزوج ديالي كنت عايشه انا ويا بخير، بالحق هو كان عنده تخطيطات بلا خباري، هو بدا كيخطط لذاك الشيء يعني على عام وزياده وهو كيخطط، وانا ما اكتشفت والو حتى تصدمت. انا طوموبيلتي كانت عندي وقال لي نبيعها وداك الشيء ترجع نشري لك وحده دوبل في، حيت غادي نمشي للشينوا ناخذ شي سلعه نبيعها، راه دايرين فيها بروموسيون، اللي بعتها هنا غنربح. وهذه قلت لي الله يسر الامور، يعني قال لك انا غنمشي للشينوا. صافي يعني بعت الطوموبيل على اساس السيد غادي يمشي، وغادي هو ديك الساعه كان عنده تخطيطات وكيجمع الفلوس باش يديهم معاه. يعني صافي مني هذا السيد كان يعني بغى يبيع كل شيء وما لقاش كيفاش يدير. دابا هذاك المحل اللي نيت دابا عائلة راجلي خداوه وداروه في سميتهم، غير ما لقاش كيفاش يدير ليه، بحال قلتي وحال دار وعد بالبيع وتلف، ما بقى عارف يمشي، ما بقى عارف يبقى. صافي
وبقات الامور كيما هكاك. يعني من بعد هو مشى لسوريا، باش عرفتي انت راه ما مشاش للصين ومشى لسوريا؟ هو مني كنقول ليه صور ليا ولا دير كاميرا وداك الشيء، كنكتشف بان المباني ماشي مباني صينيه، كن نكتشف انه ماشي في الصين، مباني تركيه يعني. صافي وانا نعرف مع، قلت لي صور لي البيت ديالك وداك الشيء، وفاش هذا شفت وفاش هذا صافي شفت هذاك المباني والعمارات، وانا بقيت كنبحث وعرفت من تركيا سلت لسوريا، فهمتي؟ صافي مني مشى كاع لسوريا، كان صور لي راسو في الثلج ودير المهم شي لباس، يعني عرفت انه مشى مع داعش. قبل هو ما يتوفى اتصل بيك هضر معاه، كانت بيناتكم شي هضره ولا لا؟ بقى هو عام وهو كيتواصل معايا، مني مشى عام وهو كيتواصل معايا، وصافي في الاخر اعترف ليا باللي انا راه مشيت لسوريا وداك الشيء، وقال لي تهلاي في الوليدات مشيت نجاهد. وانا يعني جاتني صدمه، يعني تعذبت وما بقيتش كناكل وضعافيت العظمه خرجوا ليا، يعني صدمني واحد الصدمه ما عمرني ما كنت كنتظره منه. وصافي بدا كيتسامح معايا وكيقول لي صافي مده عام وانا كنتواصل معاه، والنهار الاخراني اللي غيتقطع الاتصال بيني وبينه قال لي شوفي الا مت المسامحه تهلاي في الوليدات راه جاتني النوبه في الاستشهاد. قال لي من هنا لشهر الا ما هضرتش معاك عارفيني مشيت عند الله، تهلاي في الوليدات وقريهم هاتي لي وصاني، يعني كان كيعطيني هاد الوصايا على وليداته. يعني من بعد شهر اتصل بيك ولا اتصلوا بيك شي وحدين ولا؟ من بعد شهر اتصلوا بيا شي ماشي شهر، يعني تقريبا شي 3 شهور اتصلوا بيا صحابه ومن تما ما عرفتهم مغاربه ما عرفتهم سوريين بالحق اللهجه ديالهم، يعني كيتكلموا بالسوريه. قال لي اصبري واحتسبي زوجك توفى الله يرحمه، قال لي تحسبهم اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، بحال هكا في التليجرام. وداك الشيء اللي جاني ديته للسلطات، يعني داكشي انا تبعت مسطره قانونيه باش ماشي يجي واحد النهار يقول لك الزوج ديالك متغيب هاد المده كامله وما جيتيش لعندنا. يعني انا تغيب عليا الزوج ديالي من حقي نمشي نديكلاري نشوف الزوج ديالي، بغيت السلطات حتى هما يخدموا معايا يقولوا لي فين سافر بالضبط، يعني حتى هما غيكون عندهم يعني شي حويجات لهذا. بقاو كيديوني وكيجيبوني وكي فهمتي كيديوني كيستنطقوني وداكشي اللي كاين قلتو ليهم، وكانوا عندي كاع الميساجات شافوهم بعينيهم، يعني انا ما خبيت عليهم والو. يعني حتى هما تصدموا قالوا لي يعني مسكينه انت كذب عليك قال لك غادي للشينوا، وقال لي ما كانش علي يدير هكا يخليك انت ويخلي وليداتو. شي شحال دابا من عام تقريبا؟ 5 سنين. هضروا على 5 سنين كيفاش دازت عندك. ربما الزوج ديالك يعني قبل ما يمشي خلى لكم هنا يعني شي حاجه اللي تقدر تعيشي بها انت ووليداتك. هاد 5 سنين كيفاش دازت عندك؟ كنتي كاميرا وكنتي معول على داك الزوج؟ انا الصراحه مني مشى جاتني بحال الصدمه، لانني كان هو المعيل ديالي، هو السند ديالي في الحياه، هو اللي كيقوم بيا اي حاجه بغيتها، التليفون كيجيبوا لي الخدامه ديالو داك الشيء حتى للدار، يعني ما كنت انا كنحتاج لوالو. مني مشى تغير كل شيء تغير، الحانوت ما عمرني ما شفت، السويقه ما عمرني ما مشيت لها من نهار الزواجي به. مني مشى وليت كنتقدى نمشي للحانوت، نمشي عند مولين الديسير ندي ولادي المدرسه، يعني انا ولا مني الاب مني الام، يعني انا اللي كنقوم بكل شيء، يعني انا مني راجل مني امراه، كنصرف على ولادي نكسيهم كل شيء. وكان هو واحد الايام كان مني خلى المحل، حيت هذا المحل اللي خلى تحت من الدار كان دار مع مولاه وعد بالبيع، وما كملش معاه البيعة دايرين النوار، ومني ما كملش معاه البيعة مني مشى تما وسخوه، حيت بقى اتصال بيننا وبينه واحد العام، وسخوه قال لي شوف هذاك المحل انا راه دافع فيه 60 مليون، كتبوا في سميت ولدي على ريان ولدي، الى كتبوا في سميت ولدي وكمل مع السيد البيعه وانت سيروا انت خذ راس المال. هما مني اكتشفوا انه مات وغبر الاثار ديالو، الاتصال ديالو انقطع تماما، ناضوا كتبوا المحل في سميتهم وخداوه وكملوا البيعه وخداو كل شيء. كنعاون بالخدمه، مره كنخدم في المحل، مره كنت خدامه في واحد الغيستورو خدمه ديال الليل، مع انني ما عمرني ما خدمت، وكان هذاك الدبلوم خديته انا باقا صغيره وخدمت به الحمد لله. ولكن ها انت دابا في هاد الظروف ديال كورونا يعني ما كاينش، يعني هما ما كيعقلوش علينا الا في العيد ديال الاضحى فقط، حتى الكسوه ديال الدراري في الاعياد ما كيشريوهاش ليهم.
الزوج ديالك قبل ما يمشي كان شي وصيه خلاها الاسره ديالو عليكم ولا لا؟ انا اتصل بالاخ ديالك. لا، خلى ليهم وصيه علينا انا وياهم، تيقول لي معطيهم قد وقد، اعطيوهم خلصوا لي الضو الماء، كانوا كيخلصوا الايامات الاولى، من بعد ما بقاوش كيخلصوا لينا الضو الماء. بزاف ديال الحويجات تغيروا، الديبو خلاه عامر بالسلعه، حيت هو خلى واحد ديبو عند المحل، خلى عامر بالسلعه، شدوا السلعه وباعوها وما عطاونا حتى درهم صافي يعني. وقال لهم من العام للعام عطيوها داكشي اللي غيجي في المحل 3 مليون و4 تخبيهم وتبقى لحتى جات شي حاجه وداكشي ديروا في الكونت ديالها، بغات تخسروا بغات تسافر بعدو شغله هذاك، فهمتي يعني؟ هي تحمل المسؤوليه، هما ملي كيجي العام ما كيعطيونا حتى درهم نهائيا، يعني هما بحال استغلوا الظروف ديال الوفاه ديال الزوج ديالي، استغلوا كل شيء، كيعطيونا اللي بغاو، ما بغاوش يجاوبونا في التليفون ما كيجاوبوناش. يعني انا اللي كنقوم بهاد الوليدات، انا اللي كنهزاهم، انا اللي ربيتهم، خلي لي بنتي كدير لي كوش، انا بنتي انا اللي ربيتها، انا اللي كسيتها، انا يعني وليداتي انا اللي كنتكفل بيهم، انا مني الام مني الام مني الاب، يعني انا اللي كنكسي، انا اللي كنربي، انا اللي كندير كل شيء. هادشي انت ما كنتيش كديري شي حاجه يعني في قبل ما يمشي الزوج ديالك؟ لا، انا حتى الفياق ديال المدرسه ما كنتش كنقدر نفيق المدرسه، هو كان كيفيقني وداكشي. اما دابا انا اللي كنفيقهم في الصباح، نفطرهم، نلبسهم حوايجهم، كيمشيو للمدرسه، كيجيو عاوتاني خصهم يلقاو غداتهم موجوده، ويوميا خصهم الكوتي لانه هما كيقراو، يعني يوميا خصهم الكوتي، يعني راك عارف الوليدات الصغار ماشي ساهلين. يعني تكرفستي شويه بعد الوفاه ديال الزوج ديالك؟ تكرفست بزاف، وتا الحقره، وراك عارف المراه ملي كتكون ارمله والزوج ديالها ما كاينش حدا محقوره، تعرض للتحرش، تعرض من جميع الجوانب، من الجيران، الناس ديال الدرب، يعني كلشي كيشوفك انت بحال شي فريسه، ما كاينش شي واحد تيقول مسكينه نتعاونوا معها حتى هي عندها وليدات، لا نهائيا، كل واحد تيشوف غير كيفاش يدوز لك وصافي. يعني دابا انت اليوم بغيتي ديري هذا الفيديو، يعني مطالبه منك بغيتي شهاده الوفاه ديال الزوج ديالك، شنو السبب علاش؟ انا بغيت هاد شهاده الوفاه لان تقدر تفتح لي بزاف ديال البيبان. انا كنت خطبت وكنت غنتزوج وتواصلت مع عائله راجلي وقلت لهم انا واحد الانسان باغيني للزواج واقف عليا، يعني هذاك الرزق اللي خلى لوليداتي عطيهم لهاد الوليدات، كتبوا لي في سميتهم، انا ما تعطيوني والو، انا هاد الانسان الا بغاني انا غيقوم بيا كزوجه، ما غيهش ليا ولادي، يعني وليداتي خلي لي مبان باش يعيشوا. هما قالوا لي عطينا الاولاد، حنا ما نقبلوش ولادنا يعيشوا مع راجل براني، انا ما يمكنش ليا نعيش، ما يمكنش ليا نعيش بعيده على ولادي مع شي راجل، ما نحسش بالراحه، خاص وليداتي يكونوا حدايا، فهمتي؟ تا بغاك وبغاك بالمعقول راه ما غاديش يصرف لك على ولادك، باش ما نكونوش كنكذبوا على راسنا، غيصرف عليك انت كزوجه من حقه، ولكن الى هذا غطول العلاقه اللي كان عندهم هما باش يعيشوا، غادي تطول معاه العلاقه، متفق معايا ولا لا؟ غير الزواج عندك اسباب اخرى كتحتاجي فيها الشهاده ديال الوفاه؟ كنحتاجها في الزواج، في هاد الدعوه ديال هاد الملماحه اللي دار معاه من البيع، كملها وحرم هاد الوليدات من رزقهم. كنحتاجها في السفريه، جاتني خدمه في الامارات في واحد الريستورو وما قدرتش نمشي، خصني موافقه الزوج بلا زوج، يعني موافقه الزوج والزوج ما كاينش، يعني خصاني في بغيت نصايب رامي طلبوا لي شهاده الوفاه، تو في واحد الجمعيه كنت مشيت لها على كفاله باليتيم حتى هي طلبوا لي شهاده الوفاه، ما عنديش شهاده الوفاه، يعني بزاف ديال الحوايج هاد شهاده الوفاه سد ليا بزاف ديال الحوايج. انا كنطلب من القضاء، انا قضيتي قضيه القضاء، وكنطلب من محمد السادس يوقف معايا ويعطيوني هاد الشهاده لانني انا محتاجه بها، وانا هاد المده كامله عييت، ما بقاش عندي الصبر في نتحمل، بغيت انا نعيش حياتي سليمه، نقدرت انا نكون اسره اخرى، نتزوج مره اخرى، انا شحال من واحد باغيني الزواج وما لقيتش كيفاش، يعني انا كنشوف تنعيا كنلقى راسي في دائره مغلقه، ما عندي حتى شي حل من الحلول. انا اللي عطوني هاد شهاده الوفاه الحمد لله نقدر ناخذ حقوقي وحقوق ولادي، حتى في الارث نقدر ناخذ، نقدر نسافر، عندي الحق في السفريات، وعندي الحق حتى في سميتو، حتى في الزواج اللي بغيت نتزوج غندير، غنولي ارمله، يعني انا ميمكنش ليا ندير طلاق غيابي ونضيع حقوق ديالي، وانا هاد المده كامله 11 سنه وانا صابره ونضيع الصبر ديالي هكاك.
إذن متابعينا، كيف ما تبعتوا القصة ديال هاد السيدة هذه، مطلبها سهل، كنتمناو من رجال الاختصاص المسؤولين وكذلك القضاء المغربي ينصف هاد الأم وهاد السيدة الأرملة، لأن الوفاة ديال الزوج ديالها أول شيء صعبت على الأمور في الحياة، ولكن دابا راه صعيبة عليها أكثر لأن ما عندهاش الوثيقة باش أنها تقدر تعيش حياتها بشكل عادي. كنظن تأثرتي من بعد الهضرة هذه صراحة. ماشي سهل هاد الشيء، انا داز عليا العذاب، حتى واحد ما غيحس بيا الا الله عز وجل، واخا الناس غيشوفوك انت مقاد راسك وداك الشيء ما كيعنيش انك عايشي السعاده، حتى انت عندك واحد الحرمان من بزاف ديال الحوايج وكتعوضيهم باللباس ولا بالخروج ولا بالاناقه، وما كيعنيش ان المراه اللي لبسات زوين ولا كانت نقيه راها ما مزياناش، حيت المغاربه دائما الافكار ديالهم فهمتي كتخليك كما الانسان من المظهر ديالو، كيحكموا من المظهر، وانت القلب ديالك عالم بي الا الله سبحانه، حتى واحد ما غيحس بك الا الله عز وجل. انت بحال هادشي كتنسي بيه هذوك الهموم وداك المشاكل اللي عندك. يعني مني كتكوني مزوجه وداك الشيء وكيكون عندك الزوج ديالك كتكوني عندك بحال واحد الخدمه ديال، اما مني ما كيبقاش كيولي واحد الفراغ، كتبغي تخرجي من ديك الكآبه وديك الدوامه اللي انت عايشاها، كتبغي تعوضيها بحويجات اخرين باش تقدري تنساي وتقدري تعيشي مع الوضع، حيت داك الشيء اللي داز عليا ماشي اي وحده تبقى واقفه على رجليها، اي وحده تقدر داك الشيء اللي داز عليها تقدر تحطم تمرض نفسيا. انا كنت كنبقى الناس ناعسين وانا كنبقى نبكي، يعني الفراق ديال الزوج ديالي جاني صعيب، واحد زيدي عليها عائلة راجلي ما ساندونيش، وتا ما لقيتش السند ديالي، انا دابا كنبقى بوحدي في الدار كيجيني اكتئاب، ضروري كنعيط لاختي تونسني ولا صاحبتي، هكا صحاباتي مره كيونسوني، يعني حتى لي غنبقى هكا، انا بغيت انا نتزوج ونحس براسي تا انا عايشه طمأنينة، يعني عايشة بخير وعلى خير مع وليداتي، ما يمكنش انا حياتي كاملة غنبقاها كنعيش بوحدي، حتى انا كنخاف على راسي كنبقى هذا في الزنقة، كاين شي واحد اللي ما كتعطيش وقت وما كتهضريش معاه كيبقى حاط عليك كيقدر ينتقم منك علاش ما هضرتيش معاه، بزاف ديال الحويجات وقعوا لي مني توفى الزوج ديالي، حتى واحد ما رحمني نهائيا، حتى واحد ما حس بالظروف ديالي ولا داك الشيء اللي كنمر منه نهائيا. إذن كنتمناو الرسالة ديال هاد السيدة هادي توصل يعني الحق ديالها اللي هو حق مشروع وحق طبيعي أنها يعني تطالب به، بغات شهادة الوفاة ديال الزوج ديالها باش تقدر تعيش حياتها بشكل عادي وتكمل حياتها، عندها مسؤولية ديال جوج وليدات، ولكن ما نساوش أن حتى هي عندها حياتها الشخصية خاصها تشوف راسها لأن راه مازال صغيرة. شحال عندك دابا في العمر؟ 28 سنة. يعني 28 سنة راه مازال صغيرة، مازال تقدر تزوج، مازال أن تقدر يعني تكون أسرة من جديد، وخرا هي هازة يعني الحمل واللي خلالها الزوج ديالها، من الأحسن يعني من الأحسن ما يبانوش، لأن يعني عندها جوج وليدات، شحال عندهم بالضبط تقريبا في العمر؟ رايان 9 سنين والبنيتها 7 سنين، طالعة في 7. اليوم ليك، إذا كنتمناو من القضاء المغربي ومن السلطات المغربية أنها تساعد مع هاد السيدة هذه وتحصل على الشهادة ديال الوفاة ديال الزوج ديالها باش تكمل حياتها. عندك شي إضافة أخرى؟ لأنني أنا مشيت للوزارة الخارجية ما مرة ما جوج، كنت طلعت الرباط على قبل شهادة الوفاة، وكنمشي وكنعاود عاوتاني 3 شهور ولا شهرين كنعاود ندير تذكير باش يا ربي غير شي جواب غير شي حاجه، يعني ما كيعطوني حتى شي حاجه، انا ما يمكنش ليا نبقى عايشه بحال هكا، حيت خاصني حل لحياتي، انا ما يمكنش ليا انسان دار واحد الغلط انا نتحمل المسؤوليه ديالو حياتي كامله، انا ما يمكنش ليا نبقى عايشه بحال هكا، ما انا مزوجه ما انا مطلقه، يعني الزوج ديالي دار واحد الغلط، هو اختار واحد الطريق انا ما يمكنش ليا نحاسبه ولا ميمكنش ليا نعيش انا معذبه على قبل الزوج ديالي حيت اختار واحد الطريق، يعني انا بغيت السلطات يتدخلوا في القضيه ديالي وكنطلب من القضاء يعني يتبع القضيه ديالي والجمعيات يعاونوني ويوقفوا معايا، الله يجازيكم بخير. فعلا كنتمناو الرساله ديالها توصل، كاين جمعيات ديال المجتمع المدني، كاين قضاء مغربي، كاين سلطات عموميه اللي توقف وتساعد مع السيده توصل للحق ديالها، هي ما باغاش مساعده ماديه، ما باغاش الناس تعاونها ماديا، باغا حاجه وحده، باغا رجال القانون ورجال الاختصاص يساعدوا باش توصل وتاخذ شهاده الوفاه ديال الزوج ديالها. متابعينا كان معكم حمزه مندوب خلف كاميرا عز الدين سطوري، لنا الصوره لكم تعليق، تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.